أهلا ومرحبا بكم في خبر اليوم نقدمه لكم من قناة شوف تيفي. في وقت لم ينجلي فيه الضباب عن حقيقة وتفاصيل ونتائج وحتى أسباب فاجعة تدافع الحجاج بمشعر منى بمكة المكرمة، والتي خلفت حسب أرقام السلطات السعودية 717 حالة وفاة و863 مصابا، يتواصل مسلسل الترقب والانتظار سواء من طرف السلطات المغربية وعائلات الحجاج وكذا كل المغاربة المتتبعين للفاجعة منذ أن اهتزت منى في اللحظات الأولى للفاجعة. السلطات السعودية سارعت بكل الجهود لتمحو آثار الحادث الكارثة، لكن الأمور تبقى على ما هي عليه في ظل الترقب والانتظار وغياب أرقام حقيقية تنهي الجدل وتجلي الضباب والتعتيم حول التفاصيل الحقيقية. قناة شوف تيفي اتصلت برئيس الوفد المغربي للحج ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وكان هذا تصريح هذا الأخير، نتابع. أنا عندي واحد بلغتني اللي خرجنا أمس من السفارة المغربية برياض، والأمور إحنا نتابع الأمور طبقاً للتعليمات الملكية الثانية. طبعاً إحنا ديالي السلطات السعودية لأن هي اللي عندها يعني ديالي الأمور وهي اللي كتستغرق، وإحنا ننتظر الإجراءات لأن غادي تاخد بعض الوقت باش نحددوا اذا كان هناك ضحايا ولا مجروحين من طرف يعني سقوط الحجاج المغاربه. لا هناك اي معلومه مؤكده الان ليس، لان هناك اجراءات قانونيه محدده مرتبطه بتحديد تكوين معاينه او خبر. وبدوره نفى وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه احمد التوفيق ما وردته وسائل الاعلام بخصوص وفاه 87 مغربيا في الحادث. نستمع لتصريح احمد التوفيق لقناه شوف تيفي. لا ما كاين جديد، لا شي حاجه اللي يعتمد عليها ولا من المصدر كذا ما كاينش لحد الان. المصادر السعوديه مازال لحد الان ما عطاتش حتى حاجه، نقول لك مازال ما عطاتش حتى حاجه، ومن الجهات اللي هي تعهدت باش تعطيها للجهه المغربيه الرسميه بمجرد ما يكون ما كاينش هذا الكلام، لا ما كاينش. يعني ما يمكنش انه جهه سعوديه رسميه تعطي على واحد البلاد ما تعطيش على البلدان الاخرين، ولحد الان مازال ما كاينش بيان رسمي سعودي يقول من هاد البلاد مات كذا وتجرح كذا ومن هاد البلاد ما كاينش. راه متفق بين هاد الشيء ومتبعينه. وفي وقت تغيب فيه الاخبار الحقيقيه حول بعض الحجاج المغاربه يعيش ذويهم هنا بالمغرب حالات جد مؤثره من الترقب والحزن، نستمع لمواطنه مغربيه من الرباط تتحدث عن قصه والديها بمشعر منى. انا ماما وبابا مشاو للحج ونهار مشاو قبل من نهار عرفه بنهار، مشاو للمينا والغد ليه مشاو لعرفه. نهار عرفه في الليل عيطوا لينا قالوا لنا راه زعما دابا نهار صعيب وشويه. الغد ليه كان عندهم الراجل نهار الاول في الراجل مشاو خرجوا، مشات معاهم مشاو هما كوبل، مشات ماما وبابا، مشاو واحد السيد سميتو سي عمر الحاج عمر ومراته سميتها كريم. الحاج عمر والحاجه كريمه مشاو مع ماما وبابا، ومشات معاهم واحد الحاجه واحده اخرى سميتها نعيمه. ملي قربوا حاجه نعيمه عندها القلب ما قدراتش تدخل، عاود رجعات قالت لهم انا ما نقدرش نمشي صافي غير غنفديها، رجعات بحالتها ما دخلت معاهم. مورا ما دخلوا هما طرا داك المشكل باش الناس ماتوا. من تما كاين انا ماما وبابا ما بقى عندهم حتى شي خبار، هما وداك الكوب الاخر ديال الحاج عمر ومراته ما بقى عندهم حتى شي خبار. من تما كاين حنا كان هو نهار العيد ديالنا، من نهار من تما كاين حنا كنعيطوا ما كيجاوب ما كاينش قوت لي بقينا كنعيطوا النهار كامل، التليفون ديساجا طفى. ومن جهة أخرى تعيش المخيمات المغربية بمشعر منى حالة عدم التنظيم وانتشار النفايات وغياب المسؤولين، حيث أن الخيام لم تستوعب الكثير من الحجاج والذين بقوا خارج الخيام، كما أن مشكلة النفايات وقلة النظافة طغى بالمخيمات. نتابع بعضا من مشاهد مثيرة من داخل المخيمات مع اتصال هاتفي لمراسل شوف تيفي من عين المكان. أكبر مطرح للأزبال أمام مكتب شؤون الحجاج المغاربة، اللهم هذا منكر. Thank you.
فاجعة تدافع الحجاج بمشعر منن بمثابة صدمة خلال موسم الحج الحالي، فليس فقط الأرقام المرتفعة للحصيلة من يشكل هذه الصدمة، بل حتى تلك المشاهد المرعبة من عين المكان لحظة وما بعد الكارثة، إضافة إلى التعتيم المثير المرافق لها. رحم الله ضيوف الرحمن الذين قضوا في الفاجعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. دمتم في رعاية الله وإلى فرصة قادمة.